بيت قديم تاريخي، في واحد من اشهر رسامين العالم وقتها اسمه بلاكوود، بتنادي عليه الخدامة بالليل ولما تيجي تنزل تقع في فخ عملوا ليها بلاكوود، ويقول لها ان هياخد سنانها عشان يشوف ابنه تاني، انه خلاص ما بقاش عنده سنان يكسرها. بعد ما كسر سنانها بيلمها في الضلمة وهو يعني حزين على حالته وحزنه واشتياقه لابنه، ويروح يدي الوحوش السنان ويقول لهم معلش انها من سنان اطفال زي ما هم عايزين، ولكنه ما عندوش حل وبيترجاهم انه يشوف ابنه تاني. وفجأة بيهجموا عليه ويشدوا ليهم طفلة منعزلة وحيدة اسمها سالي، ابوها وامها منفصلين وكل مهاراتها هي الرسم، وبيظهر ابوها وحبيبته كيم عشان يستنوها في المطار، ويروح ابوها يحضنها وتديها كيم دبدوب هدية ولكنها ما تبقاش مرتاحة ليها، وياخدوا صورة ويطلعوا على البيت بنفس بيت بلاكوود زمان ابوها وحبيبته كيم بيرمموه عشان يبيعوه. وبيظهر معانا عم هاريس حفيد بلاكوود ويسلم عليها، يدخلوا البيت الكبير من جوه معمول على تراث تاريخي، وتروح كيم تقول لسالي ان كل الرسومات دي من صنع بلاكوود، وتوريها هدية ورثتها من زمان من عيلتها، وتقول لها سالي ان امها اديتها لابوه، وتطلع اوضتها وتقول سالي لابوها هو انا هقعد هنا لحد امتى، يقول لها امك قالت لك ايه، تقول له انها وضبت هدومها وقالت انها هتروح زياره ليها، بس يقول لها يا حبيبتي احنا خايفين عليكي لانك دايما حزينه وممكن يكون التغيير مفيد ليكي، وهيقعدوا هنا لحد ما يبيعوا البيت، ولكنها تسيبه وتخش الحمام وتقفل الباب وتقول له انت هتتجوز كيم لانها صغيره وامها خلاص كبرت، يقول لها ده بيني وبين كيم، وتروح تقول له انا عايز انام، وتنام وهي في حزن وخوف. تاني يوم بتروح الحديقه تلعب وتقرر تمشي تستكشفها، ويجي ابوها يسال عنها ما يلاقيهاش، وتلاقي حفره وتخش فيها وتقعد تحفر تلاقي شباك، ولكن عم هارس يتدخل وياخدها ويقول لابوها يبعدها عن هنا لانها ممكن تقع في مشكله، وتحلف لابوها ان في قبو هناك، وفعلا يروحوا يحفروا يلاقوه، ويروح يكسر ابوها في البيت عشان يلاقي باب القبو المخفي، ويلاقوه فعلا في عز خوف من عم هارس من المخاطر اللي هيقابلوها. ينزلوا يلاقوا مكان واسع قديم كله رسومات لبلاكوود، وتلاقي سالي مدخنه وحد بينادي عليها، ولما تقرب لها يقول لها هاريس انها لازم تاخد بالها لان المكان هنا مش امن للاطفال. بتقرر تتسلل هناك للقبو بالليل وتسرق مفك وتنزل القبو وتروح تحاول تفتح باب المدخنه، وفكت اول مسمار والتاني، وتدخل حديده تحاول تشد الباب ولكنه فجاه بيتشد منها الحديده، او يدخل ابوها وتقول له في صوت في المدخنه، فلما يروح يسمع تكون الوحوش بتحاول تاذيه ولكنه ما يلاقيش صوت، ويقول لها يلا تتعشي، وفجاه تلاقي باب المدخنه اتفتح لوحده، وتبص تلاقي طبق فيه سنان بتاعه الخدامه اللي قتلها بلاكوود في البدايه، وهم على العشاء ما بتاكلش سالي وترفض حتى فطيره التفاح عشان امها قالت انها خطر عليها، ويقول لها ابوها لو ما اكلتيش هتطلعي اوضتك، فتسيب الاكل وتمشي، وكمان تروح كيم وكمان تقول له كيم هو الحوار ده كان بينفع معاك وانت صغير، وانها مش هتعرف تكون ام لحد لانها عدت طفولتها بالعافيه. وفجاه تلاقي سالي الدبدوب بيقول لها بحبك، ولكن الوحوش هي اللي بتحركه، ولما تيجي تقرب ليه بيهجم عليها، وتسمع صوت حد بيقول لها عايزين نبقى اصدقاء، وانها لو عايزه تشوفهم لازم تنزل القبو، وكل ما تتحرك يكونوا مراقبينها في الضلمة عشان النور نقطة ضعفهم، ويخش عليها أبوها يلاقي سنة تحت مخدتها وتقول له دي لقيتها ومش بتاعتها أصلا، ويقول لها أبوها ممكن تحسني معاملتك مع كيم شوية، تقول له حاضر. تاني يوم وابوها بيدور على مكنه الحلاقه ما يلاقيهاش، وتروح كيم دولابها تلاقي هدومها كلها متقطعه، وتلاقي كيم تحت مخدتها عمله مكان السنه، ويروح ابوها يتهمها بقطع هدوم كيم وسرقه مكنه حلاقته، وتحلف له انها ما عملتش كده، وتقول له طب ما تريحني ورجعني بيتي اعيش مع امي تاني، يقول لها لا، ويروح مشواره ويقول لها لما ارجع المفروض تفكري هتعتذري ازاي لكيم، ويمشوا. وهارس عارف انهم فتحوا بوابه الجحيم عليهم، وتسمع سالي صوت الوحوش وتقول لهم لو هم اللي سرقوا مكنه حلاقه ابوها او حتى قطع فستان كيم ان ابوها وكيم مش عايزينها ولا حتى بيحبوها، ولازم تسيبهم وتعيش معاهم في القبو للابد. فلما تنزل تحاول تعرض عليهم زبيب ومش عارفه يا عيني انها بتتعامل مع وحوش، وانهم لازم يردوا عليها لو عايزين يبقوا اصحابها، ويتدخل هاريس ويقول لها تروح المطبخ تساعد الخدامه، ويحاول يقفل باب المدخنه ولكن بعد ما هاجم عليه الوحوش بيطلع يا عيني فوق واخد علقه سخنه ما يقدرش يتكلم ويقع بسرعه، ويطلبوا له الاسعاف. بتروح كيم تحاول تخفف على سالي، تلاقيها على شجره وتقول لها هو عم هاريس هيموت، تقول لها لا، وتاخدها توريها حوض سمك نادر عشان تحسن حالتها، وتحلف لها سالي انها ما قطعتش هدومها، فتحضنها كيم وتقول لها مش مهم الهدوم المهم انتي، وتاخد العمله بتاعه الوحوش توريها لابوها، ولكن بسبب قدمها ما يتعرفش عليها، وهم نايمين تلاحظ كيم ان سالي نايمه معاهم، فتاخدها تحاول توديها السرير ولكن تفوق سالي وتقول لها ما تسيبنيش لوحدي ولا تطفي النور ابدا، وتوعدها هتكون جنبها ولكن للاسف ما توفيش بوعدها، وتمشي وتسيبها وكمان تطفي النور، فتصحى سالي على صوت غريب وتجيب كشاف
وتنزل تحت الملاية وتلاقي فيدخل ابوها بسرعة، وكمان الوحوش بتكون هربت وهو حاضنها بتقوله وحوش اقزام عجوزة، فبيجيبوا ليها دكتور نفسي وتقوله غير اسئلتك انا اتسألتها كتير قبل كده من كذا دكتور، وتكلموا على الوحوش الاقزام انهم عارفين اسمها وعايزين يلعبوا معاها وعايزين يبقوا اصدقائها للابد، وكمان بيقولوا ان ابوها وكيمة بيحبوهاش. يروح الدكتور يقول لابوها انها بتتخيل بسبب وحدتها وهيكتب له على علاج، ولكن تروح كيم المستشفى العم هاريس وتقعد تسأله على اللي بيحصل مع سالي حقيقي ولا لا، ويقول لها لازم ياخدوا سالي ويخرجوها بره البيت، ولما تسأله انت كنت قافل القبو ليه يقول لها ده كان جدي بلاكوود اللي عمل كده، وعشان تعرف لازم تروح المكتبة العامة قسم 11 على 34، وتروح تقول لأمين المكتبة ويقول لها ان بلاكوود كان مؤمن بوحوش قديمة قبل وجود البشر، وكانوا بياخدوا حياة انسان في كل مرة بيظهروا فيها عشان يجددوا نفسهم، واتفاقية اتعملت انهم يسيبوا عملة مقابل كل سنة ياخدوها، واخر صورة رسمها بلاكوود قبل ما ابنه هو يختفوا كانت دي. وسالي في الحمام النور بيتقفل وتحاول تفتح الباب ولكنه مقفول، بيظهر قائدهم دلوقتي هو بلاكوود، ولكن تلحقها الخدامة وتنقذها. ولما ترجع كيم تقعد تدور في قبو بلاكوود تلاقي رسمة في منتهى الخطورة وهي طفل بيشدوا الوحوش ليهم، ولما يدخل ابو سالي تقوله انها مش تحت، يقول لها يبقى اكيد هربت هي عملت كده كتير. وهم في العربية بيحاولوا يدوروا عليها بتقول كيم انها راحت لهاريس المستشفى، وان بلاكوود كان عنده ابن واختفى وهو كمان اختفى بعده، وان اخر رسوماته كانت مشابهة لموقف سالي بالظبط، وفي حاجة وحشة حصلت في القبو ده، وبيلاقوا اخيرا سالي ويترجاها ابوها تركب النهاردة بس وبعد كده هيتكلموا. تشيكها كيم وتقول لها بعد الحفلة هتخرجها من هنا، وتحكي لها سالي عن الوحوش انهم بيخافوا من النور، فتفكر كيم وتجيب لها فكرة جهنمية وتديها الكاميرا بتاعتها وتحاول تصور الوحوش دي بالكشاف اللي فيها، وتلاحظ كيم نفس الصورة بتاعت وحوش بلاكوود اللي شافتها في المكتبة في غرفة سالي مرسومة، ويظهر احد الاقزام وتنجح سالي تاخد له صورة، وتروح كيم لابوها وتوري رسومات سالي يقول لها يا ستي يمكن تكون نسختهم، تقول له كيم يا عم ركز دي بنتك لازم تنقذها، وينجح الوحوش ياخدوا الصورة اللي خدتها سالي ويبوظوها، فتجري وراهم المكتبة ويكون وقعوها في الفخ ويتحركوا حواليها ويحاولوا ياخدوا الكاميرا منها وتحصل معركة، ويدخل ابوها تقول له انها خدت ليهم صورة عشان يصدقها، فيحضنها يا عيني وانه ظلمها كتير ودلوقتي هو صدق. بيلوم نفسه ابو سالي على اللي عمله في بنته وانه مصدقهاش، ويبص لكيم ويقول لها انا بحب بنتي يا كيم وبحبك انت كمان، واحنا خلاص هنسيب البيت ونمشي. وتروح كيم تصحي سالي وتقول لها هنروح لفندق لحد ما البيت يتباع ونمشي، ويروح ابوها يجهز العربية، وفجأة الباب يتقفل والوحوش تحتيه بتنصب له فخ عشان يوقعوه، وكمان عملوا فخ الكيم وتقع فيه، ويقرب ليها الوحوش ويقولوا لها عايزين سنان الطفلة سالي، ولما تنزل لها سالي تلاقي الوحوش حصرتها وتحاول تستخدم الكاميرا تبعدهم وتنقذ كيم، ولكن للأسف الكاميرا بتعطل وبيشدها الوحوش للقبو عشان يجددوا نفسهم. بيفوق ابوها ويحاول يحرر نفسه ولكن تعوروا الوحوش، وتصحى كيم وتاخد كشاف وتنزل القبو تساعد سالي، ولكن بيهجم عليها الوحوش وتمسك واحد وترميه ويربطه كيم بدل سالي، وتقول لها كيم لما اقطع الحبل لازم تجري يا سالي، وفجأة يجي ابوها بعد فوات الاوان والوحوش خدت كيم مكان سالي لتجديد نفسهم، فيهز حسرة من الاب على فقدان حبيبته وفرحة على انقاذ بنته، ويقعد يلوم نفسه طول حياته على عدم تصديق بنته من البداية وتمجيد لتضحية كيم بنفسها مقابل بنته.